السلام عليكم، اهلا حبيبتي كل المتفرجين الكرام. نقول لكم اللي دخلتوا عندي جديد كامل مرحبا بكم، واللي راكم تشاهدوا فيها لاول مره اضغطوا على الزر الاحمر صابوني تحت الفيديو لكي تشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد كل يوم من كوزينة حنان باذن الله. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال يا رب. رايحه على فيديو تاع اليوم وهي على الرحيوه تاعي مولينكس، ماشي الرحيوه اللي تعصر الجو، تعصر الطشينة وتعصر القارص. كنتو شفتوها في الروتين ديالي وعجبتكم وكانت عليها طلبات كثيره، ما حبيتش نغيطكم. راني قلتوا لي عاملين عليها فيديو وكاين اللي قالت لي منين شريتيها. انا نقول لكم شريتها من اونو اللي يسكنوا هنا في العاصمه، تعرفوا اونو تاع باب الزوار، كان جابها لي الزوج تاعي السنه الماضيه، كان عيد المراه نشفى جابها لي هديه يعني كادو بمناسبه عيد المراه. المهم راني نتقاسم معكم كلش، نحكي لخواتاتي هنا خلق لي خلصها 850 الف دونك زادوا. احنا انا رحت للاونو قبل ما نزيد باموا، لقيتهم زادوا بشوفوا 3 شحال 400000 جو كرو 450000 300 ولا 350. ليسونسييل هو خلصها 850000، لقيناها زادت، لقيناها دير 1,100,000. المهم زادوا، كيما زادوا في ليكتروميناجي وكلش العام اللي فات كلش زادوا فيه. يا اخي راكم كامل سمعتوا، وما ولاتش الدول يعني تاع الخارج وكامل ما وليناش نتصدروا من عندها ليكتروميناجي وكلش، راهو كان حابس دوكا ما على باليش، ولا عاودوا رجعوا راهم يصدروا ويجيبوا كاع. الوغ لقيناها قلت لكم 1,100,000 غير كيما عندنا شهر. دونك اللي حبت تشريها راهم يتباعوا في اونو، تلقاوها يمكن تلقاوها تكون كاينه في الحوانت. جديد هذا موديل جديد واسمها مولينكس هايليك فيتا بريس هايليك. هنايا انا مساعدتني بالبزاف، انا عجبتني وبخاتيك روعه ما شاء الله. من العام اللي فات عصرت بها كاع لا سيزون تاع الوسمو تاع البرتقال، وكي نحتاجها تاني تكون عندي كونتيتي كبيره تاع القارص نجبدها. راهي تعصر تشينا القارص المندرين دوك تشوفوها معايا. هنا هادوما الدوزان ديالها اللي عصره، هذه الصغيره وهذه الكبيره. صدقوني انا في الاول كنت حاسبه هذه كنت حاسبتها تعصر، ولكن جربتها لقيتها تعصر. ما جبت كاتالوج تاعها، ما قريته، ما حوست عليه. ناس بكري واش يقول لك؟ يقول لك اعطيني فاهم له لا قرا له لا قاري. الوغ انا بالفهمه عرفت يعني الغلاق تاعها باش تغلقي، تجي هذيا ومن بعد تجي هذيا هكذا، تحبوا ديروا هكذا تعكسهم. هايلك تغلقت، سمعتوها الطقطقه هذيك تغلقت، وهذيا تجي هنايا هكذا باش تغلقيها، يعني باش تخبيها تغلق هكذا، تخبيها هكذا تغلقي هكذا. ولكن هذا الغلاق ثاني جربته راهو يعصر. ديجا نهار اللي عملت الروتين عملت غير في هذا، ما حبيتش نح. دونك هذا يعصر طامسون كبيره، هذا الغلاق تاعها وانا عصرت فيه جربته يعصر. هذه تعصر طامسون، تعصر تشينا الكبيره المندارين، والاخرى واش دير؟ وهذه واش دير؟ هذه سبيسيال للقارص، كما نعرفوا القارص الحبته ما تجيش كيما تاع المندارين مدوره، تجي يعني ملولبه شويه. المندارين تجي مدوره هي والطامسون، القارص يجي على الطول شويه. هاي لك هذه تاع القارص، هاوليك ها تنحيها وتعمل هاي لك تعمليها هكذا. هاي لك تاع القارص وهاي الدور، ها كي تعبسوا هكذا تبدا الدور. انا مانيش مركبه لابريز. هاي لك وهذه تاع التشينا والطامسون، هاي لك ها تنحي تنحوا مع بعض. هاي لك وهذا الغلاق تاعها. هنايا هادي الانبوب تاعها اللي يعبز الجو، هذا لما راه كي تحبي تعصري تهبطي هكذا وتحطي الكاس تاعك هنايا ولا الطاس ولا اللي حبيتي. كي تخلصي باش ما تبقاش تقطر طلعي هكذا، ها 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 تشدي هنايا هاوليك طلعي هكذا ها. وهنايا الجو راهو يتعصر، تحصل روعه عمليه، شوفوا طوب روعه. فوالا هاي ليك كيما راكم تشوفوا، هاي ليك طب هذا قبل تهبطوا هذا هكذا باش يسيل مباشره في الكاس تاعكم ولا في الطاس.
هنا قد ما تعبزوا قد ما تزيد في قوه الضغط تاعها، يعني قد ما تعبزوا تزيروا تزيد في القوه تاعها، يعني تعصر بسرعه قد ما تعبزوا هكذا. شوفوا ها دوكا رايحه هنا كما راكم تشوفوا هاي ليك هاي تتنظف بسهوله، وهذا البقايا تاع البرتقال يهبط في هذه الشبكه كما من تعصروا باليد عصاره اليد يعني مانيوال باليد هذيك اللي نعصروا وندوروا هكذا فيها هذه الشبكه كيف كيف هاي ليك تتنحى ها هاي ليك تنحي هكذا هاي ليك تتنحى وتتنظف بكل سهوله. هذا يتنحى هذا هاولك ها يبقى غير هذا تنحي هذا به بالشبكه تاعو هاديه وتنطفيها عادي. هنا هاولك العصير ديالك دركا كيما راكم تشوفوا بلاصيت العصاره تاع القارص رايحه نعصر القارص غير هذيك الفوقانيه نحيتها هاي لك باش تشوفوا فوالا كيما راكم تشوفوها هاي لي كرحاتها كامل وهذه هي الحبه تاع القارص بورطون ما فيهاش جو بزاف. هنا هاي لي راها عادت تقطر في العصير نشدو هكذا ونطلعو هكذا باش ما تبقاش تقطر. هاي لي العصير تاع القارص هذه غير حبه وما فيهاش جو بزاف هاي لي هاوليك عصير البرتقال وعصير القارص يعني شابه مليحه والله روعه تساعدكم مليحه في البيت. هذه هي خواتاتي هاي ليك هذوما البقايا تتنحى فاسيل ما تتغسل هكذا يتنحى هذا اللي عصرت فيه هذا يتنحى هاوليك الباسوار تاعها هادية تتنحى منها فاسيلمون ها ويبقى هذا مع الانبوب تاعو هاوليك قلت لكم يكون هكذا ومن بعد كي تكملوا تطلعوا هكذا. وهنايا تحبوا ما تعملوش الكاس وديروها تعصر مباشره يعني هكذا وراهي تعصر والجو راهي يطيح لتحت في هذا الوعاء تنحوا هكذا وتكبوا مباشره في الكاس يعني تنحوا هذا هاوليك تصبوا العصير تاعكم هنايا تكبوا هكذا مباشره في الكاس بلا ما تعملوا الكاس تحت العصاره ديالنا. شغالي ان شاء الله تشريوها كامل ونقول لكم بقاو على خير تهلاو في رواحتكم في امان الله مع السلامه با باي. ما تنساوش الجام الحنان حنونه نحبكم كامل بيزو حبيباتي مع السلامه الى اللقاء.